اليهود قالوا الذبيح هو منه إسحاق، ما دارين ازدادوا شرف وإنه مية الزمزم دي ذاته حقتهم من جدهم وكده، ولكن الصحيح إنه الذبيح هو منه، أي هو إسماعيل. ليه؟ لأنه القصة بتاعته في سورة الصافات لو تابعتوها، بدأت القصة إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، وماشي القصة طوالي لحد ما أسلم وتله للجبين ودار يضبحه، ربنا نزل له كبش وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في سلام على، بعديها قال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. طيب لو كان الذبيح إسحاق يبقى بشروا به كيف؟ يبقى كيف بشروا به؟ يا دوب حيلدوا، يا دوب حيلدوا منه إسحاق، وإسماعيل أكبر منه، عشان كده إسماعيل أبو العرب هو الذبيح وهو شنو؟ صاحب القصة.